أسرع تحلية نباتية لمريض السكر وللكيتو دايت، كريمة معلبة، كريمة جوز الهند وليس حليب جوز الهند، موجودة في السوبر ماركت. وضعت علبة تقريبا 400 جرام. كاكاو خام 3 ملاعق كبيرة. وقهوة سريعة الذوبان نص معلقة صغيرة. وبديل السكر النوع حسب ذوقكم، ستيفي أو أي نوع أنتم بتفضلوا. بوضع قليل من الفانيلا وبحرك المكونات جيد، هيك أصبحت جاهزة. ممكن إذا متوفر بشر برتقال ممكن نوضع بشر برتقال، بيديها طعم كتير روعة. ممكن التزيين نزينها بكريمة، هو اختياري أيضا. ممكن نوضع بشر البرتقال. في عندي أكثر من 500 وصفة صحية، إذا أنتم معنيين بالغذاء الصحي اشتركوا حتى يوصلكم كل جديد. انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة، إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.